تشاهدون الآن. فريق الجدعان يشهد في منطقة المغرة التابعة لمشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان أول مشروع للإنتاج الحيواني، حيث أنشأه المزارع ياسر دياب على مساحة 50 فدان، وزرع الشعير والبنيكام كأعلاف لثروته الحيوانية. المغرة أو المغارة أو اللمغرة كلها أسماء للمنطقة اللي بنزورها دلوقتي عشان نقيم مشروع 1.5 مليون فدان في قلب الصحراء الغربية، وتحديدا جنوب شرق منخفض القطارة، 280,000 فدان بيتوسطها شريان حياة جديد بطول 60 كيلومتر تقريبا، وبيتفرع منه طرق داخلية بإجمالي 500 كيلومتر. تخيلوا بقى، من سنة واحدة الطريق اللي قطعناه في نص ساعة كنا بناخده في المدقات والكسبان الرملية على مدى 4 ساعات كاملين. النهاردة الطريق غير وجه المغرة، وبقى الوصول لقطع الأراضي تقريبا في غمضة عين، وكمان المنطقة الخدمية اللي فيها مركز إرشاد زراعي تابع لقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وفرع للبنك الزراعي المصري، وورش ومحلات، ومبنى بيجهزوه للميكنة الزراعية، ووحدة صحية متكاملة بسيارات إسعاف، ونقطة شرطة. كل ده بقى موجود في قلب المغرة. باختصار، شركة الريف المصري المسؤول عن التصرف في أراضي مشروع 1.5 مليون فدان عملت ما لا يعمل في البنية الأساسية لمنطقة المغرة، ويسرت إجراءات تملك الأراضي للشركات المساهمة والأفراد، والسداد وصل ل 14 سنة. لكن أزمة المشروع إن المياه الجوفية في المنطقة ملوحتها مرتفعة، بتبدأ من 3000 جزء في المليون لغاية 11 و12 ألف جزء في المليون، يعني أي محصول يتزرع الملوحة بتاكله. أما الحديد المنتشر في المية فبيسد النقطات ويدمر خطوط الري الحديث. جدعان المشروع من المزارعين عايزين مية حلوة تنفع للزراعة، بعدها ممكن نحاسبهم على زراعة 280 ألف فدان، هي إجمالي مساحة مشروع 1.5 مليون فدان في منطقة المغرة. رحنا المغرة وقابلنا عدد كبير من أصحاب الأراضي، ودلوقتي هننقل لحضراتكم تجاربهم في الزراعة بالمياه المالحة، والبداية من ياسر دياب. هو صاحب مزرعة للإنتاج الحيواني والزراعي، وتحديدا زراعة الأعلاف، ومساحة مزرعته حوالي 50 فدان في قلب المغرة. مهندس ياسر دياب، حضرتك من المنوفية شبين الكوم، صح كده؟ إن شاء الله. بتزرع هنا 50 فدان وعامل مشروع تسمين حلو قوي. تمام. عايز حكايتك مع المغرة. والله احنا بدأنا من الأرض ان الموضوع اللي نساهم في موضوع مع الدولة في الموضوع الثروة الحيوانية، وبدأنا في الاستصلاح الزراعي. انت عرفت المغرة منين؟ اشمعنى المغرة وانت من المنوفية؟ من المنوفية ده عن صديق معنا في الشغل برضو. فقال لنا الاستصلاح في الأراضي، طبعا الأرض طبعا السعر بتاعها في الأول رمزي، بس بتحتاج منك جهد وشغل ومساريف، وبتديك قدام كل ما بتديها هي هتديك. خدتها على كام الأرض هنا أصلا وضع يد؟ ده تقريبا بنتكلم في أكتر من 10 سنين. كان وضع اليد كام بقى ساعتها؟ كان بنتكلم في حوالي 50 فدان، كان تقريبا 250,000 جنيه. النهارده ما شاء الله طبعا مع اللي انا عملناه والشغل اللي اتعمل فيها جامد ما شاء الله معديه طبعا. عامل فيها انجاز يعني، من حته محطات الميه، مشروع التسميم، من العنابر. طبعا كانت ارض زي ما انت شايف صحرا في الاول خالص، طبعا عشان تتغير محتاج شغل كتير ومصاريف كتير. طبعا بدات ازاي بقى الشغل هنا؟ عملت دراسه جدوى؟ عملنا دراسه جدوى. عندنا تحدي كبير قوي الميه، بالميه عدينا الميه، بس كانت الاول كان عندي مشكله في الميه، لان نسبه الملوحه كان عندي كبير عاليه، فكانت نسبه الملوحه واصله معايا 3000. دي كانت بتخسرني كتير، لان الملوحه عاليه والارض لسه عاوزه شغل. دي كانت يعني كانت عامله معايا مشكله. لما عملت بير تاني وبوسع الطاقه اللات الشمسيه، وبلقيت نسبه الملوحه قلت عندي في البير الثاني اللي اقل من 2000. اللي انت عملته اللي عملته البير الثاني حظك حلو، 2000 دي ده فمتراوح معايا من 1500 ل 2000. ده عمقه قد ايه البير ال 2000 ده؟ عمق تقريبا 60 متر. وش الميه على قد ايه؟ وش المتر على 3 متر، ويعني بنتكلم في 13 متر بالكامل. وش المتر تقريبا 13 متر بالكامل. انا شايف عندك هنا في خليط اقول تسمين، وفيه هولشتاين. هولشتاين يستحمل معاك هنا؟ الهولشتاين بالتحويل معاه والاستحمال درجه الحراره هنا بيستحمل معاه اكتر من الخليط كمان. معقول؟ بيدي معاه في التحويل نسبه عاليه كمان ما شاء الله يعني.
انت كنت قلت لي انت كنت عامل اول مشروع تسمين، فدي ولادات التسمين اللي كانت عندك. دي ولاد الجزء اللي ورا ده اللي هو فيه حوالي تقريبا دول حوالي 10 او 12 واحد، والجزء ده برضو ولاده الهولشتاين نفسها. كنت جايب هنا كم كنت واحدة؟ جايب حوالي 13 راس هولشتاين حليب، وكنت بلقحهم طبعا تلقيح صناعي وصناعي وما شاء الله عليهم. بس طبعا الموضوع اللبن اللي لقيته مش جازف معايا هنا بسبب بعد المسافه بيننا وبين القاهره، فكان بيخسر معايا. بتعتمد على تسمينهم في ايه؟ بعتلم على البرسيم الحجازي. أيوة. اللي هو الامريكي الحشيش بيدي معايا في الارض، بيدي معايا في الارض تمام، وموجود بره وتشوف حضرتك بنفسك على اللي هو البير التاني، على البير التاني اللي هو 2000 على الاقل من 2000، وعلى الحشيش اللي هي البلو بانك، وطبعا بشتري بقى اللي هي الرده الكزب، وبشتري كمان الشيشه والكلام ده. بس انا عندي كمان الشعير هنا بعتمد عليه للتسمين، والارض ما شاء الله بتديني شعير كويس جدا، فبتديني حاجات كتير مساعدين ان انا اشتغل تسمين كويس. يعني انت مركز هنا مركز على التسمين، تتحمل الملوحه عشان تاكل التسمين بتاعك. التسمين بتاعي الدوره بتاعتي. طب العجل ده بيستحمل ميه 2000؟ لا انا عندي هنا محطه تحليه، بص ورا حضرتك في خزانات ميه، انا عامل محطه تحليه كامل عشان العجول ميه عذبه، وفي نفس الوقت انا عندي عمال وعندي ناس قاعده هنا، وفي لازم توفر لهم ميه شرب بالظبط، فموفر ميه شرب صحيه تحليه نظيفه. قوتها قد ايه المحطه دي؟ بتديني 8 متر في الساعه. شايفك بتضاعف الطاقه الشمسيه بتاعتك. بضاعف الطاقه الشمسيه لان هنا موضوع ان انت تشتغل بمكن او مولدات او الجاز غالي جدا، فبيعمل تكلفه عندي عاليه. الطاقه الشمسيه بتوفر معايا الجاز، بتوفر معايا السولار باستمرار، وبتديني طبعا قوه اقدر يعني اغطي المساحه بالكامل. يعني الطاقه الشمسيه دلوقتي انا عندي 20 وازودها كمان 40 تبقى 60. ال 60 دول هيغذوا لي ال 50 فدان بالكامل، ما يخلونيش احتاج لسولار تاني. التاجر بيجي لك هنا عشان يشيل عجوله ولا بيحصل؟ التاجر بيجي بنفسه، يجي هنا وبيجي بعربيته الدريف المصري، والطرق معمول زي ما انت شفت بره المداء، بتمشي بعربيتك عادي جدا، وبيجي بيتفق وبيحمل وبيطلع من هنا. مش حد بيتامر عليك يقول لك 57 النهارده سعر الكيلو؟ لا انا عنده عشان سعر المشوار 55. لا لا ما هو مش انت النهارده لو بتاخد التاجر اللي بيجي ما بياخدش حته واحده او حتتين زي ما بيقولوا بالبلدي او راس او راسين، بيحمل ما شاء الله العربيه بياخد معاه بال 10 15 عشان يشيل التكلفة بتاعت النقل تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان يكشف معاناة مزارع الزيتون في المغرة من ارتفاع ملوحة مياه الآبار الجوفية، حيث تصل في أرض المهندس ضياء مرعي الذي يزرع 2000 فدان إلى 7000 جزء في المليون، والمزارع علاء الصاوي يعاني تقزم الأشجار، ومحمود فوزي لم يزرع سوى 100 فدان.